طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يعني مما يجب الإيمان به أيضا أحاديث الرؤيا كلها، ويقصد بها رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، أو رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لأن بعض طوائف أهل البدع أنكروا الرؤية ونفوا أن يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، ورؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة. من القرآن قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: أتدرون ما الزيادة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله يوم القيامة. إذن قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، دليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. واستدل الإمام مالك أيضا من القرآن على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والآية عن الكفار، قال الإمام مالك فجعل، أو قال العلماء شرحا لكلام الإمام مالك، فجعل الله سبحانه وتعالى من عقاب الكفار يوم القيامة أن يحجبوا عن رؤية ربهم. إذن من نعيم المؤمنين يوم القيامة أن يروا ربهم. ولكن الآيات الأولى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أوضح. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه أيضا أوضح، لأنها فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن السنة أحاديث كثيرة جدا في البخاري ومسلم. قال الصحابة: هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك ترون ربكم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. لا تضامون يعني ما حتزدحموا في الرؤية، كل يرى ربه من محله. لا تضامون يعني ما يحصل شنو؟ ضم ومزاحمة. الآن في الدنيا لو في زول كده حصل له حادث وقع والناس ازدحمت بقت عدد كبير، كل زول بيجيب لزة الثاني ويقول له: زح زح كده، نشوف زح عليه زح عليه. فهذا هو الضم. فقال: ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، يعني كل من محله يرى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولا يقول أحد هنا تشبيه لله بالقمر ليلة البدر، وإنما معنى الحديث تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء. الآن أنتم بتروا القمر، ما في زول بيقول للثاني زح عليه عشان يشوف القمر. ألف الكلاكلة بيشوف القمر، ألف الدخانات بيشوف القمر، ألف بحري بيشوف القمر، صحيح؟ ألف ضنقلة، ألف السعودية بيشوف شنو؟ القمر. ألف مصر بيشوف القمر، وهكذا. ما في زول بيضم الثاني وزحمة عشان يشوف القمر. فشبه هنا الرؤية بالرؤية، لا تضامون في رؤيته، زي ما بيشوفوا القمر وما بيحصل ضم وزحام، كذلك سترون الله سبحانه وتعالى لا يحصل ضم ولا زحام. ولم يشبه هنا المرئي بالمرئي، وإنما شبه الرؤية بشنو يا جماعة؟ بالرؤية. فليس بالحديث تشبيه. وحديث كثيرة جدا أثبت فيها النبي عليه الصلاة والسلام رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وإنما عليه الإيمان بها، يعني الإيمان بالأحاديث التي جاءت في القدر
مثل حديث الصادق المصدوق وغيرها من الأحاديث، وكذلك الإيمان بالأحاديث التي جاءت في الرؤيا وغيرها من الأحاديث. أيوة. وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. طيب، أن لا يناظر أحدا، أن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. نهى السلف الصالح عن المناظرة والجدال والمخاصمة في الدين ابتداء. الأصل يا جماعة أن هذه الأمور المناظرة والمخاصمة والمجادلة، الأصل أنه منهي عنها ابتداء. يعني الإنسان ما يسعى عليها ويكوسة ويقول تعالى ناظرك وأنا ناظرك وأنا ناظرك وأنا ناظرك. ولكن قال العلامة الشيخ ربيع وكذلك العلامة الشيخ زيد المدخلي، قال ليس هذا على إطلاقه، لأن الإمام أحمد الذي قال هذا الكلام ناظره أيضا. ناظر من؟ ناظر أحمد ابن أبي دواد، ناظره الإمام أحمد غير ما مر في مسألة القرآن مخلوق أم غير مخلوق، فناظره الإمام أحمد وكسره أمام الخليفة وأفحمه أمام الخليفة عدة مرات. إذا لا يقصد الإمام أحمد بهذا الكلام مطلق تحريم المناظرة أو الجدال، لأن هذا يعارض القرآن. قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإنما مقصود الإمام أحمد هنا شيئين: الأول المناظرة والمخاصمة والمجادلة لمن لا يستحق ذلك ولمن لا يريد الحق، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، قصد من لا يريد الحق أصلا، فهذا لا تجوز مجادلته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، يعني الجدال، لمن ترك المراء ولو كان محقا، ولو كان محقا. فالإنسان الذي علمت أنه لا يريد الحق فهذا لا يجوز لك أن تجادله إلا في حالة واحدة، إذا علمت أن وراءه قوم يريدون الحق ولكن هم مخدوعون فيه. يعني بيزول انت عارف ما دري الحق، الأصل ما يجوز شنو؟ تجادله، خلاص تخليه، كل ما يجي يجادله قول يا زول ما دري معك، لا امشي روح امشي. إلا في حالة واحدة، إذا كان الإنسان ده وراءه شنو يا جماعة؟ قوم بشر كثار قد يريد منهم الحق، فهذا إذا تستطيع المجادلة أنت والمناظرة ولك علم فيجوز لك أن تجادله وتناظره للذين خلفه من الناس ما من أجله هو. والدليل شنو؟ مناظرة موسى عليه السلام لفرعون، هل فرعون كان يريد الحق؟ لكن موسى مشى جادل وناظر للناس الخلف فرعون اللي كانوا مخدوعين به وديل. ولكن هذا أيضا لا يجوز إلا لمن كان له علم بالمناظرة وبحجج أهل الباطل وبالحجج التي يرد بها الباطل من الكتاب والسنة. إذن الخلاصة يا جماعة في موضوع المناظرات والمجادلات، قال علماؤنا أن لا يسعى لها الإنسان، واحد، إلا أن تترتب من جرائها مصلحة شرعية ينصر بها الدين، واحد، قلنا أن لا يسعى لها الإنسان. اثنين، أن لا يناظر من لا يريد الحق إلا في حالة واحدة، أن يكون وراءه أناس وقوم ربما يريد بعضهم الحق. ثلاثة، نمرة ثلاثة، أن لا يناظر ويجادل من أهل السنة إلا من كان له علم بحجج أهل الباطل وعلم بالحجج التي من الكتاب والسنة التي يرد بها شبهات أهل الباطل.
الشيء الثاني الذي قصد الإمام أحمد بقوله وأن لا يناظر ولا يخاصم، قصد الجدال والمناظرة في هذه المسائل كمسألة القدر تحديدا، لأن القدر قال العلماء هو سر الله، ولهذا القدر سر الله، هكذا يقول السلف، القدر سر الله، ولهذا نهينا أن نقول في القدر وأن نسأل في القدر بلما إنسان ربنا قدر له أن زوجته تموت مثلا، ما يقول لما، ما يقول ليه زوجتي ماتت، كما نهينا أن نسأل في الصفات بشنو بكيف. فلما قال الرجل للإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، الرجل أقر الاستواء، ما زي ما بيقولوا الصوفية يقول لك يا أخي الرجل ده يعني يقول لك ده دليل على أنه ما يجوز نسأل، ما يجوز نسأل بأين الله أو ما يجوز نتكلم في الاستواء. الرجل أقر شنو يا جماعة؟ الاستواء. قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، يعني قال لدي أنا منجضة، لكن الرجل إشكال وين؟ قال كيف استوى، فهنا المنهي. عشان كده الإمام مالك قال وما أراك إلا أو ما أراك إلا مبتدعا أخرجه، لأنه سأل عن شنو يا جماعة؟ عن الكيفية. الرجل ما أنكر الاستواء، الرجل سأل عن الكيفية، والسؤال عن الكيفية يقتضي شنو؟ التشبيه والتمثيل، التشبيه شنو يا جماعة؟ والتمثيل، ولا يجوز التشبيه ولا التمثيل في حق الله سبحانه وتعالى. المهم إذن في القدر لا يجوز أن نسأل بلما، وفي الصفات لا يجوز أن نسأل بكيف. فلا نسأل في القدر بلما، لأن القدر سر الله، يقضي بالموت على فلان في الزمن الفلاني وبالكيفية الفلانية، فلا نقول لما، ويقضي بالحياة والولادة على فلان، وما نقول ليه ربنا أداني بيت، ليه ربنا أداني ولد، لا نقول لما في القدر، لأن القدر سر الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا معنى القدر سر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، يعني الكلام بالباطل مكروه ومنهي عنه، يعني الكلام بالباطل، والكراهة هنا يعني التحريم، مكروه ومنهي، الكراهة يعني التحريم، لقوله تعالى كل ذلك كان سيئ عند ربك مكروها، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ذكر جرائم هي من كبائر الذنوب كالقتل وغيرها، قال في ختام ذكره لهذه الكبائر قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهل هذه الجرائم مكروها كراهة التنزيه؟ قتل النفس بغير حق ممكن إنسان يقول مثلا مكروه كراهة التنزيه؟ لا، قصد بمكروها في الآية التحريم، فالكراهة عند السلف الأوائل تعني شنو يا جماعة؟ التحريم. عشان كده يقول لك كره مالك البناء على القبور، الصوفي يقوم يجيب لك يقول لك شفته مكروه كراهة التنزيه ما حرام، هسه قالوا كره مالك تنزيها ولا قالوا كره مالك تنزيه؟ ما قالوا أول شيء، ما قالوا تنزيه، أنت جبتها من وين تقول له؟ دي أول حاجة. نمرة اثنين، الكراهة عند السلف الأوائل يعني شنو يا جماعة؟ التحريم، بنص القرآن بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى كل هذه الجرائم وهي جميعها من الكبائر، قال في ختامها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فتستدل بهذه الآية. نعم، عشان كده الإمام أحمد قال مكروه وشنو ومنهي عنه، عشان يوريك أنه قصد بالكراهة هنا شنو؟ التحريم. فواو هنا تفسيرية، قال مكروه ومنهي عنه، ذلك الكراهة في قصده اللي هو شنو؟ النهي، التحريم، النهي الذي يقتضي التحريم. أيوه. قال رحمه الله
لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، يعني حتى يدع الجدال بالباطل بدليل قوله حتى يسلم ويؤمن بالآثار، لأنه جداله هنا جدال إنسان ما مسلم ولا مؤمن بالآثار، ولا شك أن هذا على شنو يا جماعة؟ على الباطل. فالجدال بالباطل في هذه الأشياء لا يجوز. أما مناظرة من يستحق المناظرة في الدين بالشروط التي ذكرناها هذا من الدين، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 28 قال: ومن لم يناظر أهل البدعة والضلال مناظرة تقطع دابرهم لم يوفي للإسلام حقه. وأنا بقول الكلام ده ليه بركز عليه؟ لأنه ظهرت ناشئة من البشر يدعون السلفية وقاعدين يقابلونا دائما في حتات كثيرة بالذات برا السودان. الواحد يقوم يجيب لك كلام الإمام أحمد ده بدايته، ما يقرأ لك حتى كله، يقول لك يا أخي تناظرت شايب الصوفية والمناظرات ما بتجوز، ما بتجوز مطلقا. طيب إبراهيم عليه السلام ناظر كده أقرأ واصل. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. نعم، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لحد هنا نقف كده. الإمام أحمد بن حنبل عاصر فتنة عظيمة جدا في زمنه في مسألة خلق القرآن، ولكن القول بخلق القرآن ولا شك أنه قول باطل، بل قال الإمام مالك: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال الإمام الشافعي عفوا فهو شنو؟ كافر. وقال الإمام مالك: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق فهو مبتدع يحبس ويضرب حتى يموت. عفوا، قال: ومن قال مخلوق يحبس ويضرب حتى يموت. مبتدع دي ما قال، قال يحبس ويضرب حتى شنو؟ حتى يموت. ده كلام الإمام الشافعي الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب، أما الإمام الشافعي والإمام أحمد قال: من قال إن القرآن مخلوق فهو شنو؟ كافر، في غير ما أثر عنهم وغير ما رواية عنهم. طيب، عاصر الإمام هذه الفتنة، ولكن هي بدأت قبل عهد الإمام أحمد. بدأها الجعد بن درهم، الجعد بن درهم هو من قال بأن القرآن مخلوق، وقال ذلك الإمام، وقال ذلك الضال المبتدع الجعد بن درهم، وقد أخذ هذه القول من اليهود. سمعوا الكلام ده مهم جدا، اليهود هم الذين أحدثوا هذا الكلام، أول من أحدث هذا الكلام هم اليهود، قالوا القرآن شنو يا جماعة؟ مخلوق. أخذ من اليهود الجعد ابن درهم. اليهود ليه أطلقوا الشبهة دي؟ كان قصد اليهود أن يبطلوا أقوى حجة عند المسلمين. أقوى حجة عند المسلمين شنو؟ القرآن والسنة. طيب، فاليهود شافوا كيف يحاربوا الدين بالسلاح في الوقت ذاك، ما قدروا على المسلمين، المسلمين كانوا أقوياء. بقى يطلقوا الشبهات، دخلوا عبد الله بن سبأ اليهودي، فأدخل فتنة الخوارج، بعد شوي أدخل فتنة التشيع والرفض، هو اللي أدخلها. وقال الجماعة: يا أخي قولوا علي بن أبي طالب ده الله، لجماعته من اليهود. فجو جماعة قالوا علي بن أبي طالب إله وألهوه، علي بن أبي طالب لماهم حرقهم بالنار. بعد ذاك اليهود بقى يكيدوا للإسلام، كل مرة دخلوا شبهة، كل مرة دخلوا شبهة. من الشبهات التي أدخلها اليهود قالوا إن القرآن مخلوق. قصدهم شنو اليهود بالكلام ده؟ نحن ما ندرس إن القرآن ما مخلوق وهو كلام الله، لكن فضل فضل قصدهم شنو؟ فضل قصدهم شنو بالكلام ده؟ ليبطلوا الاحتجاج بأقوى حجة عند المسلمين. يعني وكيف برضو يعني؟ يعني القرآن مخلوق أنه ليس للمسلمين كلام لله بين أيديهم،
وطالما المسلمين ما عندهم كلام لله بين أيديهم معناته ما عندهم حجة، وأبطلت جميع حججهم، لأن القرآن نفسه هو الذي دل على السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطالما خلاص ابطلنا القرآن وقلنا المسلمين ما عندهم كلام لله في يدهم معناته برضو ما عندهم كلام للرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص ابطل القرآن والسنة، ابطلت أقوى حجة. ده كان القصد من الكلمة دي يا جماعة، عشان كده الإمام أحمد وقف فيها وقال أي إنسان يقول القرآن مخلوق ده شنو؟ كافر. وكذا الشافعي، والإمام مالك قال يحبس ويضرب حتى يموت. ليه؟ العلماء شددوا في هذا الأمر لأنه ده إبطال لكل الإسلام بالمناسبة. أنت ما تفتكر القول دي قولة بس مجرد بدعة خلاص، لا، دي تبطل كل الدين من أوله إلى آخره. يعني أنا لو قال لك دليلك شنو؟ ما تقدر تقول قال الله تعالى، لأنه القرآن ما قاله الله، القرآن خلقه الله. تصورت المسألة؟ لما أقول لك دليلك شنو ما تقدر تقول قال الله، لأنه الله ما قال أصلا عند المعتزلة. فهمت يا جماعة الكلام ده؟ يعني شنو دليل شنو على أنه الشرك حرام؟ ما تقدر تقول قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه الله ما قال. دليلك شنو على أن التوحيد أعظم ما أمر الله به؟ ما تقدر تقول يا أيها الناس قال الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأنه الله ما قال. دليلك شنو على أن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام المهمة جدا؟ ما تقدر تقول قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تقدر تقول قال الرسول، لأنه طالما أبطل القرآن أبطل شنو؟ أبطلت السنة. خلاص الدين كله شنو يا جماعة؟ تعطى. لا بد تفهم الكلمة دي، القرآن مخلوق يعني شنو أصلا قصدوا بها؟ شنو قصدوا بها؟ إنه ربنا ما عنده قول ولا عنده دليل ولا عنده كلام بين المسلمين، ما في. إذن المسلم ما يقدر يستدل على أي أمر، لا التوحيد لا الشرك لا الصلاة لا الصيام، بقال الله أو قال رسول الله أو قال تعالى، لأنه الله ما قال، لا يقول، ليس له كلام. شفتوا الكلام ده خطير كيف؟ اليهود أطلقوا الفتنة دي كده وعلموها لمجرم اسمه الجعد بن درهم، لأن يا جماعة اليهود ما بيجوا بنفسهم، ما بيجوا ليه قال جون. هسه الآن لو جاء ليه قال جون لابد من حرية المرأة، ما في زول فيكم أو ما في زول من المسلمين بصدق يقول لك يا أخي يهودي ساكت. قال جرجس اليهودي ليس هناك حجاب للمسلمات، الناس ما بيقبلوا كلامنا. لكن يقول ليه قال الدكتور حسن عبد الله الترابي دكتوراه وحفظ القرآن بسبع روايات قرآن ذاته، هنا طوال الجاهل شنو بيصدق. يقول لك قال الشيخ عبد الرحيم وقع الله البرعي أدعو غير الله، خلاص انت هنا بتصدق. وده يقول لك ما شيخ، يقول لك دوالي صالح. لو جاء جون بطرس اليهودي قال أدعو غير الله انت ما بتقبل، ولا في مسلم جاهل بيقبل. لكن لما نقول لك قاله الشيخ الولي الصالح الدكتور البروفيسير عميد جامعة دمدرمان الإسلامية، الجهل يقبل. ده شغل اليهود يا جماعة من زمان. اليهود ما جاء قالوا القرآن مخلوق، قام جابوا الجعد بن درهم بالرسول كلام ده ودوا الشبهات وقال لا خش خش اشتغل في المسلمين. دي القصة كده بدأت. فالجعد بن درهم قام اشتغل، أول ما سمع كلامه خالد بن عبد الله القسري أمير المؤمنين آنذاك ناداه قال له أنت بتقول كده؟ قال هاي الدليل شنو؟ ما عنده دليل. قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فانتظر قبضه خطف الحبس، انتظر لحد عيد الضحية جاء. خطب الإمام خالد بن عبد الله القسري خطبة العيد، قال أيها الناس ضحوا ضحاياكم تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم ورابطنه تحت. رفعه وقطع رقبته بيده براه وفات. فشكر له جميع علماء أهل السنة هذا الصنيع لخالد بن عبد الله القسري رحمه الله. أخذ المقالة دي بعد الجعد بن درهم الجهم بن صفوان. ما اليهود برضو لسه شنو يا جماعة؟ ولازم تعرف إنه شغل اليهود ما بيجوهم، بيرسل زول منك أنت يمكن اسمه محمد ود أحمد ابن محمدين كمان، ويكون شنو شايل كلام شنو كلام اليهود. فجاء الجهم بن صفوان برضو اشتغل، قال القرآن مخلوق، دارين يبطلوا شنو يا جماعة؟ الدين كله. قبضوا الخليفة الحاكم سلم بن أحوز ناداه
قطع رقبته شاله برا. وهكذا كان كان حكام المسلمين في ذلك الوقت. أي إنسان بيجيب بدعة كبرى كان بيقتلوا طوالي حفاظا على شنو يا جماعة؟ على الإسلام. وبالمناسبة حكام دولة بني أمية هكذا كانوا. ما تسمع كلام نادر عبد الحي يوسف وسيد قطب، دير كلهم بيشتموا بني أمية، ولا يستثنوا أحد من بني أمية. حكام بني أمية كان غالبهم صالحين بالمناسبة، ما تسمع التاريخ المشوه اللي بيذكروا الأخوان المسلمين ده، غالبهم كانوا صالحين إلا المأمون، وده أول واحد من بني أمية جاء قال القرآن شنو مخلوق بعد الجعد وبعد الجهم ابن صفوان، جيد بناء منه المأمون بعدهم طوالي، ده من حكام بني أمية. لكن القبل المأمون كله أي واحد يقول أي كلام في الدين وينشر بدعة كبيرة كان بيقتلوا طوالي، كانوا حراس للعقيدة بالمناسبة. ومن بني أمية معاوية بن سفيان، ومن بني أمية عثمان بن عفان، ومن بني أمية أبو سفيان بن حرب. فالزول اللي بيقول بني أمية كلهم ظلمة زي ما قال عبد الحي في كتابه الاستبداد السياسي، ده قاصد عثمان بن عفان ومعاوية وأبو سفيان ومعاوية بن سفيان، هذول الناس مجارمة. والمنهج الباطل ده سب الصحابة ده أخذوه من منو يا جماعة؟ من سيد قطب أصلا. فجاء الجهم ابن صفوان فقال هذه المقالة فقتله سلم ابن أحوز. نقف لحد هنا، نواصل لكم القصة إن شاء الله للقول بخلق القرآن والشبهات، لأنه عندهم شبهات في هذا الأمر، والرد على هذه الشبهات في الدرس القادم إن شاء الله.